الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لها ابنة عمرها قرابة 13 سنة، لها بنت عمرها 13 سنة، تقول وهي منومة في المستشفى الآن، وعليها أكرمك الله الدورة، والآن تريد الاغتسال منها ولكنها لا تستطيع لأنهم قد وضعوا لها أكسجين ولا تستطيع أن تفصله عنها، كما أن في كلتا يديها مغذيات يسعفونها مع الدم، فكيف يكون غسلها من الدورة أكرمك الله؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن من مقاصد الشريعة الضرورية رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. والمتقرر عند العلماء أن كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فإنه تشرع فيه الطهارة الترابية عند العجز عن الماء. وبناء على ذلك، فإذا كانت حالة ابنتكم، أسأل الله أن يرفع عنها وأن يعجل بشفائها وأن يجعل ما أصابها كفارة لكم ولها. إذا كانت حالتها لا تستطيع أن تستعمل معها الماء بسبب ظروفها الصحية، فإن الطهارة المائية تسقط عنها وتتيمم بنية رفع حدث الحيض عنها. فإذا طهرت برؤية القصة البيضاء أو الجفوف الكامل، فإنكم تقربون التراب لها وتضربه ضربة واحدة فتمسح بهذه الضربة كفيها ووجهها، أو وجهها وكفيها، ويكفيها ذلك، ويرتفع عنها حكم الحيض، وتصلي بعد ذلك بالتيمم حتى تستطيع أن تغتسل. فإذا قدرت على الاغتسال عاد لها وصف الحيض مرة أخرى، فيجب عليها أن تمس جلدها الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فلما وجد الماء قال: خذ هذا فأفرغه عليك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. حديث صحيح. فلتتيمم الآن متى ما طهرت من الحيض، فلتتيمم، ثم إذا قدرت بعد ذلك، بعد العافية والشفاء، على أن تستعمل الماء، يجب عليها أن تعيد الاغتسال، أن تغتسل بنية رفع ذلك الحدث الذي تيممت من أجله. هذا هو الواجب عليها، والله أعلم.